وفي عناوينه وفي جلسة أداء اليمين لولاية ثانية، رئيس الجمهورية يؤكد أن أكبر التحديات تتمحور حول فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة أمام الشباب. وفي النشرة نتعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لما جاء في الدستور. وزارة التجارة تؤكد أنه لا تعديل في أسعار القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي وأن التزويد سيتحسن بداية من هذا الأسبوع. وفي العالم عشرات الشهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والكيان الصهيوني يواصل استهداف مناطق متفرقة من أنحاء لبنان. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. تم بعد ظهر هذا اليوم تنظيم مراسم استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد بالقصر الرئاسي بقرطاج بعد أدائه اليمين الدستورية. وأدى رئيس الجمهورية قيس سعيد المنتخب لولاية ثانية خلال جلسة عامة ممتازة صباح اليوم، أدى اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. رئيس الدولة أكد في خطابه أن أكبر التحديات الماثلة أمام الدولة تتمحور حول فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة فئة الشباب وغيرهم من الفئات. أكبر التحديات التي سيتم العمل دون هوادة على رفعها هو فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة أمام الشباب. والعاطلون عن العمل ليسوا من الشباب فقط، وهم ضحايا لوقود من الفساد ومن الاختيارات الاقتصادية الفاشلة. لقد عانت الفئات التي تم تفكيرها الكثير، وإيجاد حلول وطنية ليس بالأمر المستحيل. يجب التخلص من المفاهيم البائدة وحتى من المصطلحات التي عفى عنها الزمن. بالإمكان استنباط حلول جديدة تخلق الثروة فيستفيد منها العامل ويعود نفعها على المجموعات الوطنية بكاملها. والشركات الأهلية التي حاولت قوى الردة تعطيلها حل، ولكن يمكن استنباط حلول كثيرة أخرى، حلول جذرية، ولم نعد نقبل بأنصاف الحلول. وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الشعب التونسي استعاد ثورته وعلى الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي. وعلى الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي كاملا غير منقوص. فالحقوق الاجتماعية من تعليم عمومي ومن نقل ومن صحة عمومية ومن مسكن لائق ومن عمل مستقر ومن أجر عادل مجزٍ ومن تغطية اجتماعية، كلها تحديات على الدولة رفعها، فهي من حقوق الإنسان الطبيعية. وحضر موكب أداء اليمين بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس الحكومة ومفتي الجمهورية، إلى جانب كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية وكبير أحبار اليهود بتونس. ومع انطلاق الولاية الثانية بخمس سنوات للرئيس قيس سعيد، نتعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور في التقرير التالي لنعيم الدسولي. يمارس رئيس الجمهورية وفقا لدستور 2022 العديد من الصلاحيات، من بينها ضبط السياسات العامة للدولة، إنهاء مهام أعضاء الحكومة، وحل مجلس النواب أو مجلس الجهات والأقاليم. يضيف الباحث في القانون العام نجح سالم. رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة الحكومة، هذه الصلاحية الأولى. الصلاحية الثانية، رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه، وهو الضامن أيضا لاحترام الدستور والقانون في الدولة التونسية. رئيس الجمهورية يسهر على السير العادي للسلطة العمومية كما يضمن استمرارية الدولة، وهو في الآن نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما يعتمد رئيس الجمهورية حسب الباب الرابع من دستور 25 جويلية 2022 الممثلين الدوليين، ويقبل اعتمادهم من طرف الدول الأخرى. رئيس الجمهورية يصدر العفو الخاص أيضا. رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها
أساسيا. كما يعين رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. رئيس الجمهورية أيضا يتيح له دستور 25 جويلية 2022 إنهاء مهام أعضاء الحكومة، كما يسند رئيس الجمهورية الوظائف العليا المدنية والعسكرية. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تولى في 17 أوت من سنة 2022 ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد. طرح مجموعة من النواب مبادرة تشريعية خاصة لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي. رئيس لجنة التشريع العام ياسر قراري أوضح في تصريح لزياد حسني أن هذه المبادرة ستتيح للبنك المركزي دعم مجهود الدولة وستسمح بتمويل مباشر للميزانية. نحن في كتلة الوطن السيادي كنا قد تقدمنا منذ تقريبا 8 أشهر بمقترح يتعلق بمراجعة قانون البنك المركزي. بالتالي احنا عندنا زوز مبادرات تشريعية ستحال إلى لجنة المالية للنظر فيها، وتم الاتفاق بين جهتي المبادرة على دمج المقترحين. يعني توجه الزوز مقترحات يصب في نفس الاتجاه، وهو عودة البنك المركزي للعب دوره في تمويل المالية العمومية في حدود معقولة حتى لا يفضي ذلك إلى التضخم، لكن أن يصبح البنك المركزي مؤسسة مستقلة عن الدولة فهذا لابد أن نتجاوزه من أجل أن نمر إلى التعويل على ذات، خاصة أن ميزانية هذه السنة لا تعول كثيرا الاقتراض الخارجي بقدر ما تلجأ أكثر إلى السوق الداخلية، والبنك المركزي يمكن أن يساهم في هذا الدور. في السنة الفارطة أنه البنك المركزي ساهم في تمويل المالية العمومية ب7000 مليون دينار. البنك المركزي يمكن أن يلعب هذا الدور في تمويل المالية العمومية. أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية حسام الدين تويتي في تدخل هاتفي اليوم في برنامج نهارك زين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أكد أن وضعية التزود بمادة القهوة ستسجل استقرارا في الفترة القادمة في انتظار وصول كميات تفوق 4200 طن بما سيغطي الحاجيات بكل أريحية. ان شاء الله معناها وضعيه التزويد باش تعرف استقرار بالماده هذه خلال الفتره القادمه. فما شحونات من القهوه اللي مشاقع ضخه في السوق تقريبا الاسبوع هذا، فما اكثر من 450 طن من الماده هذه، وفما ايضا يعني كميات كبيره باش توصل تباعا للاسواق اللي تفوت ال 4200 طن مع تواصل عمليات التوريد والتزويد بالماده هذه ان شاء الله في الفتره القادمه، وان استرجعوا النسق العادي لأتزود نهائيا يعني بالمادة هذه، وكيك وفروها للمواطن يلقاها يعني في كل الفضاءات في الأريحية المطلوبة، وأيضا لأصحاب المقاهي والمستعملين متاع المادة هذه باش يلقاوا يعني المادة متوفرة. وفيما يتعلق بأسعار بيع القهوة، أوضح مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية حسام الدين تويتي أن الأسعار لم تشهد أي ترفيع أو تعديل بالنسبة للاستهلاك العائلي في إطار مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن. هو فما استقرار في الأسعار متاع القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي، وفما تعديل صار على القهوة الموجهة للمهنيين. تقريبا 70% من الكميات متاع القهوة اللي تروج في السوق التونسية هي معناها تروج لفائدة الاستهلاك المهني. قهوة موجهة للاستهلاك المهني صار فيها تعديل متاع الأسعار متاعها. صحيح معناها فما ممكن بعض المحاولات متاع الانفلات بالأسعار، ونشوفوا في وثائق و تحريض على تطبيق أسعار مشتة في المقاهي. احنا في تواصل مع المهنيين وإن شاء الله باش يقع معناها تعديل الأمور، ما تصيرش زيادات، مش كل واحد معناها باش يزيد على كيف، وإن شاء الله يعني عندنا جلسات ماراثونية الأسبوع هذا مركزيا وجهويا مع المهنيين في القطاع هذا حول الله تتنظم الأمور. تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصناعات التقليدية بين تونس وليبيا، وذلك خلال لقاء جمع وزير السياحة سفيان تقية وزير السياحة والصناعات التقليدية بدولة ليبيا نصر الدين ميلاد الفزاني. اللقاء تناول البحث في سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين تونس وليبيا في مجالي الصناعات التقليدية بمختلف مجالاته والسياحة، وكذلك إلى سبل دفع التعاون في مجال تبادل الخبرات وتدريب المهني والتأهيل، فضلا عن محور الترويج والتسويق. إلى أخبار الطقس الآن، حيث شهدت اليوم مختلف جهات البلاد وخصوصا مناطق الجنوب الشرقي وولايات الساحل نزول كميات هامة من الأمطار لتصل إلى 100 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية في أماكن محدودة، وفق ما أفاد به
في تصريح أو وفق ما أفاد به في تصريح للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي. أمطار غزيرة وبكميات محلية هامة، هذا ما يميز الوضع الجوي هذا اليوم. الأمطار باش تكون رعدية بمناطق الجنوب، تكون غزيرة في فترة ما بعد الظهر بالجنوب الشرقي، ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل الوسط والجهات الشرقية للشمال، وتكون محليا هامة خاصة بولاية جابس، باقس، المهدية، المنسير وسوسة، حيث تتراوح أعلى الكميات ما بين 50 إلى 80 ملم، وتصل محليا إلى حدود 100 مع تساقط البرد بأماكن محدودة، هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم الثلاثاء، وتكون غزيرة ومحليا هامة خاصة بالجنوب والجنوب الشرقي. كمية الأمطار المسجلة إلى حدود الساعة منتصف النهار بلغت الكمية 35 بليمتر بغنوش، 10 بالحامة، 27 بمدنين، 23 بسيدي مخلوف، 14 بالغرابات، 14 ببير الأحمر، 11 مليمتر ببخنيش. كما يتواصل الوضع الجوي ملائم يوم الأربعاء لنزول أمطار متفرقة، من المحتمل أن تكون محليا الرعدية بالشمال ومحلين الوسط. غيب الموت اليوم الصحفي بالتلفزة الوطنية والأستاذ جميل الدخلاوي عن سن يناهز 74 سنة بعد صراع مع المرض. الصحفي الراحل عمل في قسم الأخبار بالتلفزة الوطنية وفي منوعات الراحل نجيب الخطاب، كما كان صاحب صوت مميز في التعليق الوثائقي وأعداد عدد من البرامج من بينها برنامج معالم. وكانت للفقيد إسهامات عديدة في التلفزة الوطنية، قدم خلالها عديد الروبورتاجات ذات الطابع الاجتماعي. المرحوم كان اسما بارزا في مجال الأعلام التونسي، فترك بصمة من خلال الإعداد بأسلوبه الفذ وصوته العذب في الإلقاء. رحم الله الزميل جميل الدخلاوي، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ورزق أهله وذويه والأسرة الإعلامية جميل الصبري والسلوان. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات نسف المنازل غرب مخيم جبالية وفي مناطق عدة بشمالي القطاع، في حين ناشدت عائلات محاصرة في المخيم نتيجة القصف المستمر إجلاءها فورا. هذا ولا تزال القوات الإسرائيلية تحاصر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في منازلهم شمالي القطاع، في وقت يمنع فيه وصول الطعام والمياه والدواء إلى الفلسطينيين المحاصرين داخل هذه المناطق منذ 17 يوما. القصف الإسرائيلي والذي استهدف عدة مناطق في القطاع ومن بينها مركزا تابعا للأونروا بمخيم جباليا أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. من ناجياتها قالت كتيب القسام اليوم إنها تمكنت من استهداف قوة للاحتلال غربي مخيم جبالية وإيقاع عناصرها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أنها قصفت بقذائف الهاون مقر قيادة الاحتلال شمالي مدينة غزة. هذا ويتجه الكيان الصهيوني نحو أحداث بؤر استيطانية جديدة داخل الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من عام. الدكتور في الإعلام بالجامعات الفلسطينية محمد أبو الفحم قال في تصريح لناجي بن جنات إن الهدف من الاستيطان يتنزل ضمن رؤية جيوستراتيجية خطيرة تهدد وجود الفلسطينيين بهدف منع إرساء قواعد للدولة. هذا المخطط يأتي ضمن إطار السيطرة والهيمنة الفعلية على الأراضي الفلسطينية وعدم الوصول لأي تسوية للدولة الفلسطينية. مؤخرا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية برعاية إسرائيلية بدعم قطاع الاستيطان وكافة المستوطنات، أقاموا لتهجير المناطق الرعوية البدوية الموجودة في الأراضي الفلسطينية، وقامت بإنشاء ما يقارب 90 مرعى جديد تابع للمستوطنين. تقوم الآن إسرائيل بإنشاء مستوطنات كلية ما يقارب 12% من السيطرة الفعلية على أراضي الضفة الغربية. هذا إمدال يدل على أن إسرائيل ذاهبة إلى إنهاء الوجود الفلسطيني ضمن إطار الاستيطان، رغم أن هناك قرار رقم 234 الصادر من مجلس الأمن بعدم شرعنة الاستيطان وأن الاستيطان مخالف للقانون الدولي.
تواصلت الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم، حيث استهدف عدة بلدات في الجنوب والشرق. من جهته أعلن حزب الله اللبناني اليوم استهداف مواقع إسرائيلية استراتيجية في جبل الشيخ بالصواريخ وفي الجليل الأعلى. كما استهدف الحزب قوة إسرائيلية في أطراف بلدة مركبة الجنوبية 3 مرات، وجنودا إسرائيليين أثناء محاولتهم إجلاء زملائهم في أطراف بلدة مركبة. كما استهدف عدة مواقع عسكرية شمال فلسطين المحتلة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان عاموس هوكشتاين أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع كل من لبنان وإسرائيل على التوصل إلى صيغة لإنهاء الصراع بين البلدين بصفة نهائية وفي أسرع وقت ممكن، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 1701. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده إثر محادثات أجرها اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أن تنفيذ القرار الأممي ليس كافيا، بل يجب اتخاذ تدابير إضافية لضمان تنفيذه بشكل عادل ودقيق وشفاف. زيارة المبعوث الأمريكي إلى بيروت تأتي في عقاب تسلم الإدارة الأمريكية من الحكومة الإسرائيلية الخميس الماضي وثيقة تتضمن شروطها لإنهاء الحرب على لبنان وعودة النازحين على جانبي الحدود إلى ديارهم. نهاية النشرة مستمعينا مشاهدينا الكرام، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. في جلسة أداء اليمين لولاية ثانية، رئيس الجمهورية يؤكد أن أكبر التحديات تتمحور حول فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة أمام الشباب. وفي النشرة تعرفنا على صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لما جاء في الدستور. وزارة التجارة تؤكد أنه لا تعديل في أسعار القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي وأن التزويد سيتحسن بداية من هذا الأسبوع. وفي العالم، عشرة الشهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والكيان الصهيوني يواصل استهداف مناطق مختلفة في لبنان. موعدكم بعد قليل مستمعي مشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية مع معز الغربي وموعد متجدد من هذا المساء. أجمل تحيات مكرم الهداجي وكامل الفريق، شكرا على طيب الاهتمام والمتابعة.